بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 30. أيها محمد الجبلي مقيم بمكة المكرمة، ضمن رسالته سؤالين. يقول في سؤاله الأول: وصلت أنا ومجموعة معي إلى مسجد وقت صلاة المغرب لأداء الصلاة، فوجدنا المسجد قد امتلأ بالمصلين، وخوفا منا على فوات صلاة المغرب صلينا على الرصيف المجاور للمسجد موازين للإمام، فصلينا مع الجماعة بواسطة السماع من مكبر الصوت، ولكننا لم نرى الصفوف. وبعد بعد انتهاء الصلاة قيل لنا: لا تصح صلاة من لا يرى الإمام أو الصفوف. وإذا كان يوجد فاصل بيننا وبين المسجد مثلا كشارع صغير أو طريق مقابل لباب المسجد، هل تصح صلاتنا مع وجود هذا الفاصل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن صلاتكم كما وصفت، لما وجدتم المسجد مزدحما ولم تجدوا فيه مكانا وصليتم خارجه على الرصيف بجوار المسجد وأنتم تسمعون الإمام، الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة للضرورة إذا كنتم لم تتقدموا على الإمام في موقفكم. وأما إذا كان بين المصلي وبين المسجد طريق كما وصفت في آخر سؤالك، فإن الاقتداء بالإمام لا يصح في مثل هذه الحالة. إذا كان بين المسجد وبين المصلي طريق يمشي معه الناس والسيارات، فرق معه الناس حال الصلاة، فإن الصلاة لا تصح في هذه الحالة. أما لو كان الطريق قد اتصلت فيه الصفوف إلى مكانكم وصار كل المكان يصلى فيه، صلاة صحيحة في هذه الحالة. لكن إذا كان الطريق يمشي معه الناس ولم يكن فيه صفوف متصلة، الصلاة في مثل هذه الحالة لا تصح لانقطاعكم عن الإمام والفصل بينكم وبينه بالمارة، الله أعلم. نعم. ومثل هذا كما قال الفقهاء: إذا كان بين المصلي وبين المسجد نهر أو نهر تمشي فيه السفن وما أشبه ذلك. نعم. لكن تفضلتم بالقول بأنهم إذا وصلت الصفوف بهذا الطريق، كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن الصلاة في قارعة الطريق؟ وأن هذا للضرورة يعني. للضرورة. نعم. هذا للضرورة. إذا كان المسجد قد امتلأ وصلى الناس خارجه واتصلت الصفوف، الصلاة صحيحة ولو كان مكانهم طريقا في الأصل أو سوقا يمشي فيه الناس. لأجل الحاجة والضرورة في مثل هذه الحالة، لا سيما في أيام الجمعة الأيام التي يزدحم فيها الناس، لا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة والضرورة. لو كان هناك مسجد قريب وبالإمكان إدراك صلاة الجماعة أو الجمعة مع في هذا المسجد، يلزمهم الصلاة فيه ولا يصلون في الطريق؟ إذا كانوا يدركون الصلاة في مسجد قريب، فالأولى أن يذهبوا إلى ذلك المسجد ويبتعدوا عن الحرج وعن الخلاف، يخرجوا من الخلاف. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: في بلادنا قبل صلاة الجمعة يردد المصلون الإبراهيمية بأصوات عالية وجماعية حتى يصل الإمام ويخطب، وكذلك إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الخطبة يرد عليه المصلون بأصوات عالية وجماعية أيضا بقولهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فما الحكم في ذلك وما هي نصيحتكم لهذه الجماعة؟ قراءة الصلاة الإبراهيمية قبل دخول الإمام لا أصل لها في الشريعة، فهي بدعة، عمل هذا بدعة. نعم. وإذا كانوا يرفعون أصواتهم بذلك بصفة جماعية فالأمر أشد والبدعة أشد، هذا عمل لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة، فهذا من البدع. قراءة الصلاة الإبراهيمية قبل دخول الإمام سواء برفع صوت أو بدون رفع صوت، وسواء بانفراد أو بصوت جماعي، كله بدعة يجب اجتنابه. وأما ردهم السلام على الإمام إذا دخل وسلم على المنبر بصوت جماعي، هذا أيضا بدعة لم يكن من عمل المسلمين
فرد السلام سرا وبصفة انفرادية لا مانع منه، لكن رده جهرا أو بصوت جماعي هذا كله من البدع. والذي ننصح به هؤلاء أن يتركوا هذه البدع والمخالفات، وأن يتقيدوا بالسنة النبوية، ويراجعوا كتب السنة الصحيحة، ويعمل بما فيها، ولا يعتمد على عادات الناس وخرافات الخرافات التي اتخذها كثير من الناس دينا وهي لا أصل لها في الشريعة. يجب على المسلم أن لا يقدم على عمل لا بعد أن يتثبت من صحته ومطابقته للوجه المشروع. الله أعلم. بارك الله فيكم. رد السلام على الخطيب مثلا في خطبة الجمعة، أو على من يلقي السلام بواسطة المذياع مثلا ونحوه، لا يدخل في حكم رد السلام حضورا يعني شخصيا من حيث الإلزام برد السلام؟ هو مشروع بلا شك، رد السلام مشروع، ولكن إذا كان السلام على جماعة نعم، فالفقهاء يقولون إن رده فرض كفاية، واجب كفاية. نعم. إذا رده البعض يبقى في حق الباقين سنة، والمسلمين المسلم في المذياع أو المسلم على المنبر هذا يسلم على جماعة، فرده واجب كفاية. نعم نعم. وبالنسبة للجمعة كما تفضلتم يكون سرا بين الإنسان ونفسه. نعم يكون نعم. سرا. هذه المستمعة ألف سين فلسطينية مقيمة بالمملكة تقول: أثناء الامتحانات نذرت إن نجحت أن أصوم 7 أيام متتالية، وبعد أن وفقني الله ونجحت بدأت أصوم النذر، ولكنني لم أستطع مواصلة الأيام 7 فصمتها متفرقة، فهل فعلي هذا صحيح أم يجب علي إعادتها متتابعة؟ وما العمل لو كنت لا أستطيع صيامها متتابعة؟ إذا نذر الإنسان صيام أيام متتابعة وجب عليه الوفاء بنذره، وأن يصوم هذه الأيام متتابعة، لا يجوز له تفريقها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا نذر طاعة. وما ذكرت السائلة من أنها صامت الأيام ولم تستطع المتابعة فيها تكون قد أخلت بالوفاء بنذرها، فهي إذا كان قطعها للتتابع لعذر كما ذكرت فإنها تخير بين أمرين: إما أن تستأنف تصوم الأيام من جديد متتابعة، وإما أن تكمل ما بقي ويكون عليها كفارة يمين، وكفارة اليمين معروفة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، أو كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب استره في صلاته. تخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإذا لم تستطع واحدا منها فإنها تصوم 3 أيام. نعم. سؤالها الثاني تقول: كم مقدار نصاب الذهب وكم أخرج منه؟ فإني أملك بعض القطع الذهبية من الحلي وقد مرت عليها 1 سنة دون أن أخرج زكاتها، علما أنها ليست معي هنا في المملكة، فهل أخرج عن 1 سنة الماضية والحاضرة أم عن الحاضرة فقط؟ وهل أخرجها الآن أم أنتظر حتى أصل إلى بلدي الذي هي فيه؟ نصاب الذهب 20 مثقالا. نعم. وهي بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف جنيه تقريبا. وأما ما يجب الذهب فهو ربع العشر. والحلي الذي ذكرت فيه تفصيل: إن كانت اتخذت هذا الحلي للتجارة طلب الربح بثمنه فإن زكاته تجب في قيمته قليلا كان أو كثيرا، إذا بلغت قيمته نصابا فأكثر فإنها تزكيه بإخراج ربع العشر منها، يعني تقدر ذلك بأن تقومه وتقدر قيمته على رأس السنة بما يساوي، ثم تخرج ربع العشر منها لأنه أصبح عروض تجارة. وأما إذا كانت اتخذت هذا الحلي للقنية والادخار وهي لا تريده لللبس والاستعمال وإنما تريده للادخار، فإن زكاته تجب في وزنه إذا بلغ 20 مثقالا كما ذكرنا فأكثر فإنها تخرج منه ربع العشر. وأما إذا كان للاستعمال فهذا موضع خلاف بين أهل العلم على قولين: قول الأول أنه لا تجب فيه زكاة ويصبح كالثياب والمساكن والمراكب التي يستعملها الإنسان لحاجته ليس فيها زكاة، والقول الثاني أنها تجب فيه الزكاة لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة. والراجح هو القول الأول أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، وأنه يصبح مثل اللباس ومثل ما يحتاجه الإنسان للاستعمال،
فهو مثلا استعمل المراكب والملابس والأواني والأطعمة وليس في هذا زكاة. كذلك الحلي لأنه من جملة الحاجة فليس فيه زكاة على هذا القول. وإن أرادت أن تزكيه من باب الاحتياط فإنها تزكيه باعتبار وزنه، إذا بلغ وزنه نصابا أكثر في نفسه أو بضمه إلى مال آخر إنها تزكيه. فإذا كان هو في نفسه لا يبلغ النصاب ولكن عندها مال آخر فإنها تضمه إليه وتزكي الجميع. لا يمكن تقدير النصاب هذا بالجرام المتداول حاليا؟ والله أنا لا أعرف يعني تحريره بالغرام المتداول حاليا، ويمكن السؤال الصاغة عن ذلك. نعم. كم يساوي المثقال بالنسبة للغرام؟ نعم. إنما ليس من الشرط أن تكون زكاته من جنسه ذهبا، يعني لو قدرت قيمته وأخرجت عن كل 100 ريال مثلا ريالين ونصف التي هي ربع العشر، إذا عرفت الواجب فيه فلها أن تخرج زكاته صرفا من النقود الأخرى. نعم. تصرفها من النقود الأخرى. هذا سؤال من المستمع أحمد عبد المحسن السبتي، مصري يعمل بنجران. يقول: أنا أعمل في مزرعة، وحينما يحين وقت صلاة الجمعة وأتهيأ للصلاة يمنعني صاحب المزرعة من الذهاب، فأتركها بناء على رغبته، ولكنني أتحسر وأتندم لتركي لها، ولكنه لا يسعني إلا طاعته، فهل له الحق في هذا وليس علي إثم بترك الجمعة دائما؟ وهو أليس عليه إثم في منعي من صلاتها؟ يجب على المسلم المحافظة على الصلوات الخمس وعلى الجمعة بأدائها في جماعة المساجد، ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا وطلب المعيشة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يجب على المسلم أن يؤدي الصلوات في الجماعة في المساجد، وكذلك الجمعة يتأكد حضورها على المسلم وأداؤها، ولا يجوز للإنسان أن يمنع العمال الذين يشتغلون لديه من أداء الصلاة، يحرم عليه ذلك. ولا يجوز للعمال أن يطيعوه في هذا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأداء الصلاة في المسجد هذا مستثنى من مدة الإجارة شرعا، ليس للمستأجر فيه استحقاق. الحق فيه للمسلم أن يذهب إلى الصلاة وأن يصلي، سواء رضي مؤجره أو لم يرضى، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى. الواجب عليكم أن تؤدوا الصلاة ولا تلتفتوا إلى هذا الذي يمنعكم من حضور صلاة الجمعة. وإذا أبى إلا لامتناع فعليكم أحد أمرين: إما أن ترفعوا أمره إلى ولي الأمر عندكم للأخذ على يده، وإما أن تذهب إلى مسلم آخر يمكنكم من أداء صلاتكم. الله تعالى أعلم. لكن يجب عليهم أيضا أن لا يستغلوا هذا في ضياع الوقت الذي استأجرهم من أجله، لأنه قد يكون السبب المانع لهم أن لا يضيعوا وقته. يتقدر بقدر الصلاة. نعم، بقدر الصلاة، لا يكون أوسع من وقت الصلاة، بقدر ما يؤدون الصلاة مع الجماعة رخص لهم في ذلك. أما ما زاد عليه فهو على من حق المستأجر. نعم. له أن يمنع من الزيادة التي لا حاجة لهم فيها لأداء الصلاة. هذه ثلاثة أسئلة من المستمع عبد الله محمد عبد الله سالم من كينيا. بعث يقول: هل يجوز التعصب للمذهب الذي يقتدي به الإنسان في أي حكم من أحكام الشريعة حتى لو كان في هذا مخالفة للصواب، أم يجوز تركه والاقتداء بالمذهب الصحيح في بعض الحالات، وما حكم لزوم مذهب واحد فقط؟ التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة التي بقي وحفظت وحررت بين المسلمين، الانتساب إلى مذهب منها لا مانع منه. فيقال: فلان شافعي وفلان حنبلي وفلان حنفي وفلان مالكي، ولا زال هذا اللقب موجودا من قديم بين العلماء. نعم. حتى كبار العلماء يقال فلان حنبلي، يقال مثلا ابن تيمية الحنبلي، ابن القيم الحنبلي، ما أشبه ذلك، ولا حرج في ذلك. مجرد الانتساب إلى المذهب لا مانع منه، لكن بشرط أن لا يتقيد
بهذا المذهب فيأخذ كل ما فيه سواء كان حقا أو خطأ، سواء كان صوابا أو خطأ، بل يأخذ منه ما كان صوابا وما علم أنه خطأ لا يجوز له العمل به، وإذا ظهر له القول الراجح فإنه يجب عليه أن يأخذ به سواء كان في مذهبه الذي ينتسب إليه أو في مذهب آخر، لأن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفه هذا خطأ من المجتهد، يجب علينا أن نتركه وأن نأخذ بالسنة ونأخذ بالقول الراجح المطابق بالسنة من أي مذهب كان من مذاهب المجتهدين. أما الذي يأخذ بقول الإمام مطلقا سواء كان خطأ أو صوابا هذا يعتبر تقليدا أعمى، وإذا كان يرى أنه يجب تقليد إنسان معين هذا ردة عن الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال إنه يجب تقليد شخص بعينه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يستتاب، إن تاب وإلا قتل، لأنه لا أحد يجب اتباعه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما عداه من الأئمة المجتهدين رحمهم الله فنحن نأخذ بأقوالهم الموافقة للسنة، أما إذا أخطأ المجتهد في اجتهاده فإنه يحرم علينا أن نأخذ بالخطأ، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. ضابط ذلك أو المقياس الذي يقاس به الصحة من الخطأ هو موافقته للكتاب والسنة، لا شك. نعم. إن كان كذلك فهو صحيح. نعم. وإلا عدل عنه للصحيح. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: ما معنى الآيتين الكريمتين في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وهل بينهما نسخ أو تعارض، وماذا نستفيد منهما؟ بين الآيتين إشكال. نعم. ذلك أن الآية الأولى فيها أن الإنسان لا يملك إلا سعيه ولا يملك سعي غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فملكيته محصورة بسعيه ولا ينفعه إلا سعيه، بينما الآية الأخرى فيها أن الذرية إذا آمنت فإنها تلحق بآبائها الجنة وتكون معهم في درجتهم وإن لم تكن عملت عملهم. نعم. فالذرية إذن استفادت من عمل غيرها، قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء. الآية الكريمة تدل على أن الذرية يلحقون بآبائهم في درجاتهم ويرفعون معهم في درجاتهم وإن لم يكن عملهم كعمل آبائهم، ظاهر الآية أنهم انتفعوا بعمل غيرهم وسعي غيرهم، بينما الآية الأخرى تفيد أن الإنسان لا ينفعه إلا سعيه. وقد أجاب العلماء عن هذا الجواب بعدة أجوبة. الجواب الأول أن الآية الأولى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مطلقة، والآية الثانية ألحقنا بهم ذريتهم مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد كما هو مقرر في علم الأصول. نعم. والقول الثاني أن الآية الأولى تخبر أن الإنسان لا يملك إلا سعيه ولا ينفعه إلا سعيه، أن الآية الأولى تخبر أن الإنسان لا يملك إلا سعيه ولكنها لم تنفي أن الإنسان ينتفع بعمل غيره من غير تملك له، فالآية الأولى في الملكية والثانية في الانتفاع، أن الإنسان قد ينتفع بعمل غيره وإن لم يكن ملكه، ولهذا ينفعه إذا تصدق عنه وينفعه إذا استغفر له ودعي له، فالإنسان يستفيد من دعاء غيره ومن عمل غيره وهو ميت، والانتفاع غير الملكية. نعم. فالآية الأولى في نوع والآية الثانية في نوع آخر ولا تعارض بينهما، هذا الجواب أحسن من الأول في نظري، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والذين من واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فهذا الجواب هو جواب الثاني هو الراجح في نظري. وفي جواب آخر وأن الآية الأولى منسوخة، يقول الآية الأولى منسوخة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه منسوخة لأنها في شرع من قبلنا. نعم. لأن الله تعالى يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه تحكي ما كان في صحف موسى وصحف إبراهيم عليهما السلام، لكن جاءت شريعتنا بأن الإنسان ينتفع بعمل غيره فيكون ذلك نسخا، ولكن هذا الجواب ضعيف والجواب الذي قبله أرجح في نظري، والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم. لا يحمل القصد من الذرية هنا هم الأطفال الذين يموتون قبل الحلم؟ لا، المراد بالذرية عموم الذرية. عموم الذرية. عموم الذرية. نعم.
له سؤال أخير يقول فيه: نذرت جدتي أن تصوم شهر رجب مدى الحياة نذرا خالصا لله إن تحققت أمانيها، وبعد أن تحققت صامت كما نذرت إلى أن بلغت سنا يصعب معها الصيام ويشق عليها للمرض والكبر، فما الحكم في هذه الحالة وهل يلزمها الاستمرار أم تكفر وتعفى من هذا النذر؟ صيام رجب مكروه، إفراد رجب بالصيام مكروه. نعم، هذه المرأة التي نذرت أن تصوم شهر رجب نذرت نذرا مكروها، وإذا نذر الإنسان شيئا مكروها فإنه لا يفعله، الأولى أن لا يفعله وأن يكفر كفارة يمين، الله تعالى أعلم. فهي تكفر كفارة يمين لأن تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين، لكل مسكين صاع نصف صاع من الطعام أو ثوب يجزيه في صلاته، فإن لم تقدر على واحدة من الثلاث الخصال المذكورة فإنها تصوم 3 أيام، هذا هو الأحسن لها ولا تفعل هذا النذر. بارك الله فيكم. أيها وردت من المستمع سليمان بادي الديابي من أم الدين، بعث بسؤال يقول فيه: اشتريت لي ولإخوتي عددا من الإبل، ومنذ شرائها وهي في حضيرة خاصة بها لا تخرج منها، ونحضر لها ما تأكله من شعير ونحوه، وبعد مضي الحول الأول عليها أخرجنا زكاتها، وفي الحول الثاني قيل لنا إنه ليس عليها زكاة ما دامت تعطى طعامها عندها ولا ترعى بنفسها، فهل هذا صحيح وماذا يجب علينا مستقبلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب عن هذا السؤال أنه مجمل، فإن كان قصدكم من اقتناء هذه الإبل التجارة وتسمينها وبيعها طلبا للربح فهذه فيها زكاة، إنها تعتبر عروض تجارة ولو أعلفتموها، وتكون الزكاة في قيمتها فيما تساوي، تقومونها عند الحول بما تساوي وتزكونها بإخراج العشر في قيمتها، وهذه زكاة قيمة لا زكاة عدد. زكاة قيمة لا زكاة عدد. نعم. أما إذا كان الغرض من اقتنائكم منها استنتاج هذه الإبل وطلب نسلها ولبنها واقتنائها ولبن وشرب لبنها فهذه لا زكاة فيها ما دمتم تؤلفونها أكثر الحول، إذا كانت تعلف أكثر الحول فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى من البر أكثر الحول ففيها الزكاة. زكاة في عددها في هذه الحالة، والزكاة فيها إذا بلغت نصابا وأقل نصابا للخمس وفيه شاة. لكن هو يقول اشتريتها لي ولإخوتي، لكن لا تكون هنا مال مشترك بينهم؟ إذا كانت سائمة تجب فيها الزكاة ما دامت مختلطة. نعم، ما دامت مختلطة الخلطة تصيرها كالمال الواحد وإن كانت لجماعة. نعم. هذا المستمع أبو نورة من جدة بعث بسؤال يقول فيه: تزوجت منذ 4 سنوات وقد من الله علينا بابنة، واستمر زواجنا على ما يرام وبدون أن يعكره أي شيء، وفي يوم من الأيام حدث سوء تفاهم أدى إلى نزاع بيننا، فذهبت إلى المحكمة وكنت متوتر الأعصاب وفي حالة نفسية سيئة، استخرجت صك طلاق من المحكمة بهذا المعنى ب3 طلقات متفرقات دون أن أنطق بها، علما بأنه لم يسبق أن طلقتها، فهل هذا الصك يعتبر 3 طلقات دون رجعة أم طلقة واحدة؟ إذا كان يعتبر طلقة واحدة فماذا أفعل لكي أعدل الصك؟ ما دام أنه صدر من المحكمة صك ب3 طلقات متفرقات على يد القاضي فإن هذه المرأة لا تملك رجعتها، قد بانت بينونة كبرى لا تملك رجعتها. وإذا كان عندك إشكال في ما صدر منك فأنت تراجع القاضي الذي أصدر الصك وتسأله عما يشكل عليك. هو يقول يعني استحصل على الصك دون أن ينطق بالطلقات، لا دخل لنا في هذا، ما دام أن الأمر صدر من المحكمة وعلى يد القاضي فالمرجع في هذا إلى القاضي، لا دخل لنا في هذا الشيء، سواء نطق أو لم ينطق أو غضب.